حوالي عامين تخصصت في مجال بورتريه، تصوير الأشخاص. لجأت لهذا المجال لأنه جداً جذبتني التفاصيل الجميلة للوجوه بشكل خاص، وغير هيك أنه طلعت على أعمال مصورين عالميين في هذا المجال كان جداً رائع. مصورين البورتريه بشكل عام حوالين العالم بيعانوا من صعوبات شوي في إقناع الأشخاص يلي حابين يصوروهم إنه هذا بيرجع لطبيعة الشخص الموجود قدامك. الشيء الكبير يلي بطمح له يكون إلي بصمة خاصة في هذا الفن، وإنه صدى فني يصل للعالمية وأشارك بمعارض عالمية ودولية ومسابقات إن شاء الله دولية. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.